ونقول بسم الله وعلى بركة الله يا لا حايل، وبنجرب هالمزيون. قالوا لي انه يمشي مسافة طويلة، لكن انتم عارفين صديقك الميدان يا حميدان. حجم التانكي 76 لتر، الماكينة 2170 حصان، والعزم 410 نيوتن، والجير 10 مو 10 معليش، جير 8 سرعات زدف. مشينا يا الغالي مشينا، ونقول بسم الله وعلى بركة الله، وراح نستكشف كل شيء مع بعض. انا اول مرة اجرب الشركة هذه، وهي نازلة بالسوق من زمان، بس اول مرة اجرب سيارة من عندهم. وانتم شاركونا برايكم عن الموتر، يعني انت عندك معلومات عن السيارة اكثر مني، فانا بستكشفه مع بعض ونشوفه. هذه لان هذه موديل 2024 تي 2 برو، هذه الاعلى فئه، كان سعره ب 97 وعطونا خصم مع اليوم الوطني ب 92000 ريال. النصف فل راح يكون سعره ب 74 بس كير عادي. وهذا المفتاح عاد بنشوف فيه تشغل عن بعد ولا لا، نعطيك معلوم كل شيء. صفت المرايا كهرب، وهذا شكله قدام انوار ال دي للنهاري، حساسات اماميه، دخل عرض البس. هنا عندنا جنط 18 مكحل، طالع شكله حلو ومرتب ما شاء الله تبارك الله. صرفية الديزل مشيك لتر 16.0، 24 مكينة 2000 دفع رباعي. هنا انا قلت لكم قبل، شوف اغراضنا تصلح متوسطين الطول، حط ببالك يا صديقي متوسطين الطول ما عندهم مشكلة، طوال وتشامه متعافين لا بتكون ضيق عليكم شوي. دخول ذكي اكيد، هذه الداخلية، الشاشة هنا 70 وهنا عندنا شاشة. نقول بسم الله مثل كل مرة، نجرب انا اول شيء يركب بعدين نسوق نعطيكم معلومة. اسمعوا صوت التشغيلة، فاتح الباب انا، نقول بسم الله. ترى فاضي الموتر ماشي 71 كيلو مصفر، والموتر ماشي 71 مصفرين عادة ترب. سمعت الصوت، صوت الديزل الآتي. يعني عبينا فل كم ب 79 ريال، وعدد اللترات 68، حجم التانكي 76 لتر. كم اعطانا مسافة متبقية؟ اعطانا 621، وصفرنا ترب واحد، والموتر ماشي 72. نبي نحط على وضعية الايكو اللي هو هذه، على الايكو، وبنثبت على سرعة الشارع، في مثبت، ونمشي على سرعة الشارع وبنشوف قاعد كم يمشينا، وبعدها بنسولف لكم احنا بالطريق. بسم الله على بركة الله. دخلنا القصير، دحنا على الدائري، المسافة المتبقية 364، ومن يوم طلعنا من الرياض 319، والمؤشر راح النص، راح أربع شرطات وبقي أربع شرطات، ونكمل على سرعة الشارع ونشوف عاد كم يمشينا. أبو بندر وش رأيك بالموتر بعد ما قطعنا 495 كيلو؟ جربت الركوب راكب قدام والحين أسوق. الركوب أول شيء الموتر مثل ما قلت لكم بالبداية يصلح للمتوسطين الطول وتحت. إذا أنت طويل ما راح يصلح لك، إذا طولك يعني 192 زي طولي بيكون ضيق عليك شوي، لا الراكب ولا السواق. بعضهم عادي إذا هو نحيف يمكن عادي ما عنده أي مشكلة، بس بشكل عام أنا أشوفه يصلح متوسطين الطول وتحت. العزم ما نقدر نتكلم عنه إلين نخلص الديزل، لأنه مثبتين على سرعة الشارع، ولا تعسنا ولا شيء، ابي عشان نشوف كم يمشينا بالضبط. الار بي ام لو تشوفونه ثابت، على لان الطريق مستوي، ثابت على 2.5. من يوم طلعنا من الرياض مشينا 498 في 500 كيلو، وباقي المسافه المتبقيه 106. تانكي 76، ضروري تكتبوا لي اللي ما حب كبات ديزل كم يمشيك، موترك نوعه، والتانكي كم حجمه. المطب فيه شوي قساوة بحكم انه جنط 18، مع انه ارتفاع الكفر 60،
بس انه يبيله يا انه تجرب على البكبات، اذا حطيت حملته يزين مطبه، وبعضها لا لازم تغير الجنط تخليه 17 وتغير عدم مساعدات والاشياء هذه. فهذه بنستكشف نشوف وضعه اذا حملناه، وبشوف هل يتغير مطب ولا لا، لانه في قساوة. العزل سيارة مرتفعة يعني مقارنة بالسيارات اللي زي كذا، يعني بتعطيه 5.5 ستة ستة 5.5 من 10، يعني تقدر تقول انه متوسط. الراحة تعتبر متوسط، المرتبة اقل من المتوسط فيها قساوة، بحكم ان جلد فيها قساوة المرتبة وحجمها صغير ما تصلح للي متعافين زي وضعي، لكن متوسطين الطول لا بيختلف معهم، بس تعتبر فيها قساوة يعني ما هي لينة. متعة القيادة أنا أشوفها مبدئيا بالخط متوسط. عزل مثل ما قلت لكم، فدائما بعض السيارات تصير لازم بعضهم يعدلون عليها، يعني زي الشاص 11 ريشة والثانيين يسوزوا نفس الوضع، بعضهم يغير مساعدات يغير الجنط، ما هي في أمل يجيك موتر كذا كامل. الأنظمة حزمة الأمان ما في إلا مثبت سرعة بس، بدون رادار بدون تبي خرج على اليسار، في أربع كاميرات. الكفرات أنا نزلناهن كان 35 نزلناهن 30، فأشوف أنا إذا حملنا وش الوضع. ولعت اللمبة ينبقى 67 و70 كيلو، يعني على كذا بيمشينا 600 مثل بعض أغلب سيارات البكبات وارد الصين. طيب شوف هذه المطبات حكاية تسور يبيله يستحس بالقساوة أكثر. أوريك من الـ RPM على سرعة 129 2.3، فرق عن 140 رقمين بس. الحين احنا بطلعة خفيفة تعتبر. الحلو بالموضوع أنا بثبت طول الوقت، ما يرد نمر الموتر مريح من أحسن ما يكون. أعلى شيء 2.5 بس عاد مع الصعدات الغاط ما يجرب. ودخلنا حائل يا ربك الحمد والشكر، كان في 30 وصفر الرقم. من يوم طلعنا من الرياض 597، يعني قد 600 كيلو. فالجاك T2 برو بيمشيك خط على سرعة الشارع أغلب الوقت 140، راح يمشيك 600 كيلو. عاد أنا بخليها لين بكرة وبيعبيها نشوف كم لتر، لأنها 76 لتر. ندخل النفوذ ونجربه، بس الموتر في قساوة، في قساوة بس يعني موتر يحصل له لازم تعدل عليه. الحلو بالموضوع اللي لاحظته، بس هذا بيبين معي أكثر داخل المدينة، دعسة البنزين هل في لايك ولا لا؟ حتى الآن أنا ما شفت شيء، فما خليها أشوف شو وضعه داخل المدينة. حطيت بهو الكفرات 20 وصار أريح الموتر، فرق عن يوم كان بهو 30.
اخذناه بال 20 مع انه ارتفاع 60 غريبه والله. بس انت حط ببالك يعني بكبات زي كذا اكيد انه والله بعين لانه سسه هو. نشوف الوضع الحين بلج جلد زي ما قلت لكم كبات 20. بسم الله الشمس وجيه الجير اذا حطيته بالتبترونيك حليله يلعب ذنب بس قهر ما حطه شفته الاحظه ما يعشق ما يعشق يمسك فبنشوفه بالنفوذ شو وضعه بس يا اخي الشفتر حرام والله ما حطيه شفتر ترى قروشه قروشه يو اغراضي وحوسه يا حليلة يا حذر بالموتة الله يسهل والله ضبط عقب تنسيم تركفرات ضبط ضيق اشي واجد تصدقون غمارة مليانة اللي عندي واللي ورا طبعا دائما اموات رجيبها اخلي الشباب يجربونها لانه ما احب سيارات زيها اللي هيلوكس واللي ادعس ابو زياد ادعس طبعا اعذرونا بزعمين بطاعة اسوي جربها لكن ما وصلنا متاخرين غابت الشمس لكن الوعد بكره ان شاء الله باذن الله جربوا لك يوم قرنا بالله صدق يعني لو بغيت تاخذ شيء يبيض الوجه شيء لا قالوا لك شيء لذيذ لا تتعدى ما شاء الله عندهم مشكله هذولي ترى في شيء صغير بالاحجام هذه وفي شيء كبير بالشكل هذا هذه يعني احد بياكل يمكن تكفي اثنين قطعة واحدة تخيل فوق كذا لذيذ بعد القهوه القهوه ابو دايود القهوه يا بعد حي هالوجه طبعا طق حوله انا يا بعد حي اجلك تحب زهوي زهوي هذه منطقه قريه بالنفود عندنا هذه جلستنا والموتر ان شاء الله بشرح لكم فصله قريبا باذن الله تجهيز عروق الشمال الله يبيض وجيها مشد الالمنيوم والتعليق 4x4 هذا يبيله جلسه يبيله تفصيل عسى الله ان ابدع عروق الشمال بدعوا شوفوا الادراج شوف شيء من الاخر طبعا انت فصلوا لك على حسب طلبك وش الشيء اللي انت تطلبه يفصلون شوف هذول قدور جزات اللي صراحه مسطحات ما نحليلين بس هذا كبير هذا شرط تدخل بذبيحتين يا مساء الخير والسرور يا هلا وغلا بطق متابعين بالعالم امس كانت النيه نبي نجربه بالنفوذ تنطير والاشياء الثانيه بس ان وصلنا متاخرين وانا تعب في العافيه على خفيف يوم جاء بالليل تنشطت شوي قلت واحد من عيال ساق كم واحد من اخوياي قلت جو خلنا نبي نجرب على خفيف انا ما ادري ليش ما ركبت القاعده لكم جلست اصور حصل له تنطير يمكن جلسنا نص ساعه ما شاء الله تبارك الله يا الموتر انه صدمه انا انصدمت خوي انصدم دائما السيارات الصينيه اللي زي كذا بالحجم اللي تمكين 2000 اللي قوه احصنتها اقل عزمه يصير وسط شوي الدعسه ما تجيب بسرعه كذا بيحصل بزي النتعات هذا داعس ما يفصل ما يبرد عزمه ما شاء الله تبارك الله والحلو بالموضوع انه الجير اذا حطيته بالتبترونك واحد خلاص ما يعشق يا بتل واحد يا بتل
بس نفس النمرة قصير شوي، ويعتبر زين هذا لأن الديزل دائم يعتبر زين عزمه بالتبديلات الكبيرة يعني 2-3 ياخذ عزم أكثر. بس ما شاء الله تبارك الله صراحة صدمة، الموتر صدمة. وانا جالس نطلب همس هو كفرات 20، فلو بنقصهن 15 بيزين. ابو حزم، ابو حزم ما شاء الله يعني اداؤه امس فرق معي 180 درجة، صدمني الصدق انه صدمني. ويوم نسمت هو الكفرات صار اريح 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 عن قبل يوم كان هو الكفرات 30، فلانه ارتفاع الكفر 60 فراح يفرق معك. يمكنك بس تضطر اذا انت تبي جلد تركب له مساعدات من 4x4، بس اللي انا اشوف انك تركب له مساعدات من 4x4 هذه اللي 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 يمكن تحتاجها. اليوم العصر باذن الله نبي نطلع بالنفود ونبي نجلده على خفيف وبنسم هو الكفرات بحط بهن 15. الحين ترى الموتر الحين مخليه شغال تدرون كم؟ دي ساعة جالس منتج وخليته ساعة. انا دايم السيارات زي كذا اللي تير والاشياء اجرب حرارته خاصة بالصيف، اشغل مكيف وخليه شغال ساعة ساعة ونص واجي اشيك عليه. شلون شيكت عليه؟ بارد ما شاء الله تبارك الله، مكيف ما نقصت برودته. تعال خلو تعال خلو بوريكم الداخلية الحين، والموتر كمل ساعة هو شغال ومشغل مكيف ووين على الشمس ما في مظلة ولا شيء. أنا شيكت عليه قبل شوي ما شاء الله ما تغير. تقول نبيله رفع من وجهه من قدام، ها نبيله شقله كذا. نركب ريت السواق بسم الله. الأمور طيبة، بارد ما نزلت درجة البرودة حقته، وحرارة شوفوا على النص ترى كمل ساعة وثلث، ساعة وعشرين دقيقة. هذا حاطة هنا يوم جيت بركب شغل الموتر يطبخ من هنا عشان الشمس. بيضها الذيب بيضها من ناحية الحرارة تبريد بيضها، درجة الحرارة كم؟ 39 بيضها من ناحية البرودة. جاهزين يا الغالين؟ الحين فقرة نفود الحفير اللي فوق قاعد يصير، بنجرب الموتر بالتنطيل اللي دائما نسويه علشان نشوف حرارة الجير وحرارة الماكينة. وحط ببالك أي حرارة ترتفع بالشيء اللي نحن نسويه سواء صيني ولا ياباني ولا أمريكي، ما في سيارة جربتها اللي ترتفع حرارتها. حط ببالك كل الشركات ما في شركة جربتها فوق إلا ترتفع حرارتها. ليش؟ لأني أصير أعلق أطول وأنا حاط بنمر 2 ولا 3 فشيء طبيعي توقف يبرد. بنشوف الحين وش اللي يفرق، اللي يفرق التبريد وشوبه اذا سرعت الارتفاع. بعضهم يرتفع حرارته بسرعه، بعضهم لا، بعضهم على حسب. الحين حطينا هو الكفرات كم؟ لان هذه 265 على 60 حطيناها بين 15، وبنجرب شلون نطلبه وبنشوف الوضع وبنخليه يغرز وبنطلع كم طلعه وان شاء الله يسعفنا الوقت. نقول بسم الله. شوفوا هو الكفرات، ابيكم تسمعوا حتى صوت المحرك. هذول الكفرات 265 على 60 جنب 18، دايم اي جنب 18 كل ما يكبر كل ما يصير مطبه أقسى، فهذه 18 بس ارتفاع الكفر يعتبر ممتاز، فبيبين معنى أكثر الحين بالنفود. حنا نقول بسم الله على بركة الله. نقول بسم الله، حطينا تبترونك باثنين وبصعد على طول من هنا أول كفرات 15. ثالث والله انه مكسر الطريق والموتر في الحيل في الحيل، بس يبينا مساعدات، ترى يبينا مساعدات 4x4 ضروري. حتى القاعده قامت تلعب، ترى طالع بثالث تدري يا صديقي ثالث، وزينته ما يرد خلاص، انت اعطيته نمره يبتل الذيب ما شاء الله. ردت النب والله بدل 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 ما شاء الله تبارك الله. يا اخي اللي لاحظته انا بهالموتر خص انه وشو هالطير هذا، الله يسامحك الله يسامحك اللي جاي هنا البارحه، شوفهم هنا اقسم بالله العلي العظيم
نحط هالشي هذا يضيق الصدر. ليش ليش يا اخي ليش؟ انا كل طلعات انا كل اسبوع نجلس هنا. شوف الزباين شوف الزباين شوف الزباين. ليش يا اخوي ليش؟ الحين انا ابطر انا والشباب نرجع ننظف. تشوفونه نرجع ننظف يا اخي. مكان نظيف مكان يفتح النفس. احط هالقيقين الزباين ليش؟ ما يبينا شيء يا اخي. كيس والله بكيس يمديك. الله يسامحك بس الله يسامحك والله. ترى كل طلعاتنا هنا اللي تشوفون دائما اصور بس انا كل طلعاتنا هنا اقسم بالله ان ما نطلع الا لافين كل شيء. ما شاء الله تبارك الله. والله انه جيد هذا ويب. لا لا يا اخي عزمه ما يموت. يعني انا صح لاحظت الملاحظه اللي قلت لكم انه شو اسمه انه ضيق بس ما يموت. الموتر بوحيل بوحيل ما شاء الله. الحرارة الطبيعية شوفوا أربع شرطات. بنشوف الحين درجة الحرارة الخارجية 38. فبنشوف الحين نجرب المرة جايين بدري. ما شاء الله ما شاء الله. عزمه ما يموت. هذا أكثر شيء لفت انتباهي به. وبنجرب أول شيء بنطل ودب الخفيف شغال. هذه بصير بنعلقها بهذه حلوة جزتي. لازم اخذ عزم لازم اخذ عزم. نعم ثالث محشور نمره. اخذ عزم هذه بنثلث بها ان شاء الله. زين نبيه بعدين هذه بعض المواد. ما فصل كامل مع الانزلاق. والله محفر هذا محفر يا ناس يا ناس يا ناس يا التورك يا العزم. انه ما هو سهل صدق 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 ما هو سهل. هو الكفرات 15 ان شاء الله انه ما ينسم علينا. يمكن يفصل زين تدب ليشبك بسرعة. والله افك وافصل على طول وانا امشي. بس اللي
يفوز يا فاز الذيب يا فاز الحرارة تو تزقع شوف تو ترتفع شرطة تو ترتفع بس الحرارة 37 ترى طول الوقت في جسنا نقول مو وقفت أبد فيفوز حرارته ما ترتفع بسرعة شوف الحين حاط الدبل خفيف زين صدقون انت كل ما شفت اي لا بوته بثقيل انا قلت ليسر ما بوته بثقيل الحين بخليه ثولت ايه وش هذا صعده صعده الذيب بس الجهه الثانيه العبليس اشتغل الدفلك التوماتيك شفت شلون نتل اشتغل الدفلك الاوتو لانه هو في دفلك اوتو موتر شايل عمره والله يا هو شايل عمره ما شاء الله اشوف يمشي كذا ولا لا نبي نجرب القطع معنا دفلك اوتو نشوف قدام قدامه فيها من يطلع اكيد ريوس بس قبل لا شغله دبر ثقيل خلي بيت شوف الحين والله الشاصي بلا عض الارض بنجرب احنا ما شغلت الثقيل الغريب ان الاوتو الدفلك اشتغل بالخفيف قبل شوي هذه اسوي لكم تغريز ابي تشوفون التغريز اللي طبيعيه يعني للناس والله شوف الحين عندنا خيارين شغل الدبل ثقيل ونشوف ولا نستخدم القطعه حقت الدرع الصلب اللي يسمونه تقريبا انه حاضر فحمت وانا من النزله خل بشغل الحين الدبر الثقيل الدبر الثقيل لازم تحطه بالعين نقول بسم الله اشتغل الدبر الثقيل خل بنجرب قدام بسم الله لا ما في امل تخيلوا يطلع لو يطلع اقسم بالله نضرب له تحيه هو 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 ما شاء الله تبارك الله اقسم بالله بيضها على هالتغريزه انا قلت الحين بس يلا بننزل درع حق درع حق الفزعه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما قصر الصراحة ما قصر
الغريب الغريب منه انه هزمه ما يطفي ما شاء الله، هزمه ما يطفي، هذا اللي استغربت منه. يعني بعض السيارات تقاوم وانت داعس نوتع ولا يفصل ولا شيء، هذا داعس داعس والنمرة تشهد ما تبدل، شغل شغل ما هو سهل. يعني يعني هذه ذيله بس لمسات بسيطة، رفعة جنب 17 والعب يده داء وداء، ما هو سهل حتى ارتفعت الحرارة بعد ما يسهل. الصدق والله ما اخفيكم، والله اني اول انا تلتيك تعرفون اللي يقول كان عارف الطير شوية، يعني ما توقعت ان اداء كذا، اداء ما توقعته ولا 1%. يعني لا تزعلون علي صاحب الشركة بس صدق ما توقعت اداء كذا. انا يجوز الموتر اللي لعشكت بنمرة ما يبدل، هذه مهمة عندي خاصة النفود، مهمة مهمة. ترى هذا بطناجي مكسر الطريق عشان تكون بالصورة، فالدفلك ينقصه بالاستخدام الشاق والقوي، ينقص ان يكون الدفلك سر. هذا هو استخدامك بسيط، روحاتك بسيطة، ما عندك مشكلة. لان الدفلك قبل جربناها ويوم انت شفتوه بالتصوير الخفيف جربته، شبك على طول، شبك على طول مع هذا، يوم شاف انه بيتعلق على طول شبك، بس ما مثل لا. أنا غريب الدبل يا ناس، الدبل غريب غريب غريب، يفصل ويشبك على طول. نفس المقطع اللي غرزنا قبل شوي، نفس التجربة بس من زاوية ثانية. بإذن الله باقي بنزل جزء ثاني، ما خلصت للحين، باقي جزء ثاني بخلي الموتر يثولث ويتعلق ونجرب الدفلك بشكل واضح لكم يعني. وباقي بعد ابغى ودي للنقل الكبير ان شاء الله، بشوف لي طعس طويل بنجرب بشوف مستوى الرقي حق الموتر. بدون مبالغه صراحه، الموتر اكثر شيء لاحظته ان الدعسه تجيب بسرعه ولا في نتعات. اللي بيفهم كلامي هذا اللي معهم سيارات صينيه، عرفت اللي بحين الدعسة ما تستجيب ولا ينقز الموتر بسرعة أو يطفي، لا هذا ما فيه، غريب. يعني كأنك تسوق سيارة بدون تيربو، هذه اللي لاحظته أنا، يستجيب بسرعة. يعني استجابة الدعسة عجيبة، والتورك حق الموتر يعني حتى توزيع القوة على الكفرات تحس إنها متساوية 100%. فبشوف نجربه بعد مع الطلعة ومع هذا، وبنشوف نعطيكم معلومة إن شاء الله بإذن الله. الجزء الثاني راح ينزل قريبا. طبعا هذه مثل ما قلت لكم التغريزة اللي صورت لكم بالبداية، بس كنت بحطها لكم بشكل أكبر علشان توضح لكم. طلعناه بس بالدبل ثقيل شغلته وطلع على طول. قريبا إن شاء الله الجزء الثاني بإذن الله.